نحل مثال عليه. مثال، اتفقنا امبارح انه النتيجة اللي توصلنا لها انه الزاوية الخارجية للمثلث تساوي قياس الزاويتين الداخليتين البعيدتين. واتفقنا معنا انه هذا الحكي معناته انه انا عندي زاوية خارجة من اسمها خارجة يعني برا المثلث تساوي مجموع قياس الزاويتين البعيدتين. اتفقنا انه هاي الخارجة، واتفقنا انه هاي البعيد الاولى وهاي البعيد الثانية لازم تكون داخل المثلث. من اسمها خارجة برجع بعيد، من اسمها زاوية خارجة برا المثلث تساوي مجموع الزاويتين البعيدتين. اذا انا بترك الزاوية اللي جوا المثلث اللي ملزقة بالزاوية الخارجة بروح للزاويتين البعيدتين بجمعهم بيعطوني قياس الزاوية الخارجة. اليوم رح نحل مثال وبعدين نحل سؤال بصيغة تانية او بفكرة تانية واعطيكم واجب في نهاية الحصة. المثال بيقول انا عندي مثلث فيه زاوية خارجة 80 درجة، هذا المستقيم او هذا الضلع يساوي هذا الضلع، نوضحها اكتر انهم متساويين، وعندي بده جد قياس زوايا المثلث. بداية التمانين هي عبارة عن مجموع هاي الزاوية زائد هاي الزاوية، بس بما ان المثلث متساوي الساقين فانا بنتج عندي انه هدول الزاويتين متساويات. مثلث متساوي الساقين زوايا القاعدة متساويات. اذا عند بنتج عندي بالمثلث انه هاي 80، هاي الزاوية حتكون قد الزاوية هاي. هلأ هم التنتين مجموعهم 80، بس بما انه هاي سين وهاي سين فرح يصير عندي الاثنين سين تساوي 80 اللي هي سين زائد سين تساوي 80. هلأ الزاوية الخارجة تساوي قياس الزاويتين البعيدتين، التمانين اللي هي الخارجة تساوي قياس الزاوية البعيدة زائد قياس الزاوية البعيدة الثانية. سين وسين اثنين سين يساوي 80 على اثنين على اثنين سين تساوي 40 درجة. إذا أنا أوجدت إنه هاي 40 درجة، أوجدت إنه هاي 40 درجة من مجموع زوايا المثلث 40 و 40 80 تطلع عندي هاي 100 درجة. إذا أنا نتج عندي زوايا المثلث 140 40، هاي منفرجة هاي حادة وهاي حادة. إذا مجموع الزاويتين البعيدتين زاويتين البعيدة تساوي مجموع الزاويتين البعيدتين 60 و 40 100، 4 سين تساوي 100 على 4 على 4 سين تساوي 25 درجة. إذن أوجدت قيمة سين اللي هي 25 درجة من نتيجة إنه الزاوية الخارجية تساوي مجموع الزاويتين البعيدتين. ممكن يجيب لي السؤال مش رسمي.